فقيد الوطن والشعر وأهل الشعر والناس، ترك فوق هام السحب صوته ينادينا، هو اللي زرع شعره بجوف الجماد إحساس، وهو اللي ملى الوجدان شعره بغانينا. يا كبر الفراغ اللي على الحبر والقرطاس، وعلى المنبر اللي كان بدره يضوينا، من اللي بعده يصبح الغصن بالنسناس، ومن اللي بعذبات القصايد يمسينا. وش نقول يا بدر الشعر يا عريب الساس، لو نقضي الدنيا رثاء ما تكفينا. للأمانة الحديث عن الأمير بدر بن عبد المحسن كإنسان وكشاعر صعب جدا، لأنه عاش رقم صعب، ولا شك أنه بيكون الحديث عن رحيله كذلك، فرحيله مرتبط بأثره يوم كان حي رحمه الله. فبدر بن عبد المحسن صاحب فضل على الأدب والشعر والشعراء بتحديث اللغة الشعرية والقصيدة الشعبية الحديثة، يعني واجه تحديات في زمن كان صعب تقبل أي جديد،